في هذه الجولة الإخبارية من إفريقيا الشرقية نتوقف في البداية بإثيوبيا، حيث عادت صحيفة إثيوبيا هيرالد في افتتاحيتها إلى قيم التعايش بين الإثيوبيين في مجتمع يتسم بالتنوع الديني والثقافي والعرقي. وكتبت الصحيفة أنه من المسلم به أن الإثيوبيين لديهم تعايش سلمي طويل الأمد، مستنكرة المحاولات العبثية لإثارة الصراعات وتقويض مسيرة التنمية في البلاد. وفي رواندا تطرقت صحيفة نيو تايمز إلى نتائج مؤتمر التجارة والاستثمار بين رواندا وبوتسوانا الذي عقد مؤخرا في العاصمة الرواندية كيغالي، مؤكدة أن قادة القطاعين العام والخاص في البلدين اتفقوا على تعزيز التجارة وتكثيف فرص الاستثمار. وخلال هذا الحدث الذي استمر يومين، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية للتعاون تهدف بشكل خاص إلى تبادل أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.